السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم. حلقتنا النهارده بسيطه جدا جدا وسهله، نتعلم فيها قص الكم بدون اي حسابات باستخدام كف اليد واصابع اليد. يلا بينا نبدا حلقتنا، بس قبل ما نبدا بفكركم اشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو بتاعي اوعوا تنسوا اللايك والشير. كل اللي انا هعمله اني هجيب قطعه من القماش طولها اللي هو المسافه دي بيساوي طول الكم بتاعي، سواء الكم ده كان كم كامل او 3 ارباع كم او حتى نص كم زائد مقدار التانيه، مقدار تانيه الكم طبعا. طب والعرض اللي هو المسافه دي، العرض بيساوي دوران الذراع زائد 4 سنتي اساسي زائد 4 سنتي حق الخياطه، 2 سنتي من الجهه دي 2 سنتي من الجهه دي. الناس اللي ما تعرفش يعني ايه دوران الذراع ولسه مبتدئه خالص خالص، هسيب لكم في صندوق الوصف فيديو بيشرح الطريقه الصحيحه لاخذ مقاسات الذراع واخذ مقاسات الجسم عامه بطريقه سهله وصحيحه ومضمونه. كل اللي انا هعمله اني هجيب المسطره بتاعتي بالشكل ده وهعمل علامه في منتصف المسافه دي بالشكل ده، بعد كده هفرد كف ايدي بالشكل ده بحيث يكون الصباع ده اللي هو الوسطى فوق العلامة دي بالظبط. بعد كده هعمل علامة عند الرسغ، رسغ اليد بالشكل ده، المسافة دي هتكون نزول الكم. بعد كده هاخد خط زي ما احنا شايفين كده، بعد كده هفرد كف ايدي تاني اهو وهعمل علامات عند كل صابع من الاصابع بالشكل ده. وهوصل بين العلامات دي. بالشكل ده في المكان ده هبدأ اعمل كيرف كده زي ما احنا شايفين، كيرف في الجهة التانية بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو. خلي بالي ان المكان ده او الجهة دي اللي هي جهة الصباع ده اللي هو الابهام هتكون جهة الحردة الامامية للكم. بعد كده هتني القماش بتاعي زي ما احنا شايفين كده، بعد كده هاجي من المكان ده واقيس 2 سنتي اللي هو حق الخياطة، اعمل علامة، ومن تحت هقيس نصف فتحة الكم هعمل علامة وهوصل بين العلامتين. بالشكل ده وهعمل مسافة علشان حق الخياطة. بعد كده هنبتدي نقص، بس في حاجة مهمة جدا نخلي بالنا منها، انا مش بقص كده، انا هقص كده او هتني الجزء ده كده الاول اهو اللي هو مقدار التانية بتاعتي. عشان الكم بتاعي يبقى مظبوط. بعد كده هقص عادي خالص. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، أتمنى تكونوا استفدتوا وتكون الحلقة عجبتكم. تقابل تاني على خير قريب إن شاء الله. سلام عليكم.